تعالوا نروح بسرعه كده على قريه الزنقاطه او الزناقطه القريه دي في الاقصر بتشهد تنظيم لاطول واكبر مائده افطار في شهر رمضان كيلو مترات كيلو مترات يا مولانا كيلو مترات من الخير كيلومترات من المحبة كيلومترات من الكرم كيلومترات من التعاون والتعاضد والتآلف والتلاحم كيلو من كل الحب ما بين المصريين وده عادي